الو، ايوه مرات الدكتور سعيد. لا هو مش هنا، في حاجه تحب انا بخانه؟ خلاص ماشي، لما يجي هقول لك. سلام. مساء الخير يا كاميليا. مساء النور يا سعيد، لسه حاجة مستشفى متصلين بيك. هيكون في ايه يعني في المستشفى؟ مش مهم، المهم اللي خدها جاهز ولا زي كل يوم؟ يا سيدي جاهز، بس اتصل بالمستشفى في الأول. يعني هيكون ايه في المستشفى يعني؟ مفيش حاجة في المستشفى. معرفش، بس الدكتور منير رن وقال لي في حاجة ضرورية حصلت في المستشفى النهاردة، ولازم ترن عليه. لا لا، الدكتور منير رن يبقى في حاجة مهمة. أوكي، أنا هتصل. عقبال ما ترن عليه هكون عملت الغدا. ألو؟ أكلم الدكتور منير يا ابني لو سمحت. أيوه دكتور منير. أيوه يا سيدي، أنا الدكتور سعيد بشحم ولع. إيه؟ بتقول إيه؟ الدكتور منير ده؟ وإيه الكلام كلهم؟ إزاي ده حصل؟ وحصل إمتى؟ إزاي الكلام ده؟ ده المجانين اللي أنا عامل عليهم البحث بتاعي. مستقبلي ضاع. مش عارف أتصرف إزاي، بس أنا لازم أتصرف. هو في حد خد خبر بالموضوع ده؟ طب كويس. طب بقول لك ايه؟ خلي عبده يلعب بيت. ايوه يا سيدي، انا في البيت مش في المستشفى. طب خلاص ماشي، هتصرف. سلام. المجال يهربوا؟ يعني ايه يهرب؟ مستقبله ضاع يعني؟ كل اللي انا عملته عليهم والبحث اللي انا عملته ده. براحتك يا حمادتي، ده ملك الناس، ولا حر ولا يا سعيد.
برضه يا جماعه. قرا يا دكتور. ايه؟ انت فاكر نفسك في المستشفى او المجانين حواليك؟ نار! نار! ايه 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 ايه؟ المستشفى حر نار. فينا حلو. مش تقول لنا نيجي نصيف عندك يا دكتور يا خلبوز انت؟ صيفه؟ اه ده احنا حتى قاعدين معانا من هناك. اه صيفه. طيب زي ما انت سامع كده كمان جايبين ميه ايه؟ ادخل حضرتك بسين ودراعات. بس يا جماعه كفايه هزار، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ احنا جايين في مهمه رسميه ماشيين على طول. مهمه ورسميه؟ طب ادخل انت يا جمال. لا تدخل فين يا دكتور؟ دي لازم تبقى موجودة وتشوف اللي هيحصل. وهو برد يا دكتور يا زلمة؟ في حد بيدخل جوه ولا بيسيب ضيوفه بره؟ أنا هو في حد اللي بيدخل جوه ويسيب جوزه حبيبه وهو بيتذبح؟ اوه ده هيبقى منظر اوريجينال خالص. عشان يشوف. هو مين ده اللي هيتذبح يا كمال؟ ما تخافش يا حبيب قلبي، احنا لا يمكن نعمل فيك أي حاجة. أي حاجة إلا بعد حكم المحكمة. طبعا. احنا ممكن نعمل حاجه من غير المحكمه؟ ولا هو انت فاكرنا مجانين ولا ايه يا دكتور؟ كلنا نروح المحكمه ونتعب الناس المهمين اللي زينا يا دكتور. الناس اللي زينا المحكمه هي اللي جالهم لحد عندهم. محكمه صحيح. النيابه تتفضل. انا؟ ايوه. سياده القاضي، حضرات المستشارين، ان المتهم الواقف امامكم هو مجرم. هو مجرم من اخطر المجرمين. هو المسؤول عن جنان كل من المجانين، سرقة أهل العيانين، المساطير والحرامية والنصابين، والهزيمة في الميادين، والازدحام في موقعة الطين. ها، ترد تقول إيه يا خفيف على كل المصايب دي؟ يا جماعة أنا حابب أقول لكم الاختلاف سيد الأدلة. هو أنا سألت عارف أنت كمان لسه هترد على ست المستشارة؟ وبعد الاعتراف المفصل أمامكم، وبعدما اتضح أنه المسؤول الأول عن الخطة الخمسية والسداسية. ما عندكش فرجة يا طعمية. بالعكس من الخسارة، فحبيبة قلبي الملوخية. قررت المحكمة وبإجماع الآراء إعدام المتهم سعيد شنقا بالرصاص. نفذ. أنتوا أكيد بتهزروا صح؟ أنتوا أكيد بتهزروا. شفت يا جميل؟ هم دول الناس الخلاف المطاف اللي قلت لك عليهم. شايف الطبقة دي؟ وبعدين انت وهو هي البلد ما فيهاش قانون ولا ايه؟ قانون ايه يا دكتور؟ هو في قانون بيحاسب المجانين. مش احنا مجانين برضه يا دكتور ولا ايه؟ مين اللي قال ان انتوا مجانين؟ انتوا عاقلين جدا. اخيرا اعترفت اننا عاقلين. طبعا عاقلين يا بنت، ده اللي مجنون. كلنا متأكدين انك متجوزة، وإيه كمان؟
كنت عايشة أنا وجوزي وابني الصغير اللي كان زي العسل. كانوا هو كل حياتي. يوم من الأيام صحيت من النوم عادي ما لقيتش جوزي جنبي. ابني مات، ايوه مات،
اللي
كان بيهون عليك عشتك راح. تخيل يا استاذ كنت في يوم بعد ساعات بعد دقايق عشان اروح قدرت افهمها وفضفض لها واقول لها مش هاجي اليوم وفجاه تختفي لكن لا لا فكره هي مش ما تتش فكره هي لسه عايشه وموجوده انا شايفها انا حاسس بيها انا سامع صوتها حاسس بروحها حواليا صدقيني حاسس بروحها حواليا فكرية ايه فكرية ما تسيبنيش انا خلاص انا جبت فلوس العملية هتعيشي هتخف وهتعملي العملية وترجعي لي هترجعلي فوق انا ما اقدرش اعيش من غيري انا مش هعرف اعيش من غيري فكرية ما تسيبنيش ما تسيبنيش ما تسيبنيش مش هبكي أغلى حبايبي مهما فراقهم أثر فيا راضي أنا بنصيبي ونايبي واللي بيقسمه لي فدية نسمة روحه وهو زي السكر وانا صغير كنت فرحته
كان دايما ابويا وامي يقولوا لي انا ابني سعيد سكر هيكون اعظم راجل في الدنيا. سكر؟ ده احنا يا بختنا بقيتنا سكر. وكبرت وكان ابويا بيديني مصروفي وكنت فرحان بيه قوي. في الاول اجيب بيه حلويات طبعا زي بقيه الاطفال، لكن لما كبرت لقيت اللي حواليا بياخدوا اكتر مني، وانا كمان احتياجاتي زادت، والمصروف اللي كنت باخده من ابويا ما بقاش مكفيني. بس ما كانش فيه قدامي غير ان انا ارضى واقبل بالوضع والعيشه والحياه والبيئه وكل ده. كنت زي اي شاب في الدنيا، اي شاب في الدنيا ماشي على راسه ومش عارف ورايا فين وجاي. ما كانش فيه مشكله معينه في حياتي، بس حاسس ان في حاجه ناقصاني. ايه هي؟ مش عارف. فكرت وفكرت كتير، قلت مشكلتي هي الحب. انا بس محتاج احب واتحب. كنت ببص على كل الشباب اللي في سني اللي ماشيين مع بنات واقول يا بختهم. قعدت ادور على بنت جميله احبها لغايه ما لقيت بنت زي القمر. سكر وحشتني يا سكر. وانت كمان وحشتيني قوي قوي. انا مش عارف اعبر لك عن شعوري ناحيتك. وانا كمان مش عارف اعبر لك عن شعوري ازاي. انت كل حاجه في حياتي. وانت كمان يا سكر. لكن مع الوقت زهقت، لان لسه حاسس ان في حاجه ناقصاني، فراغ كبير قوي جوايا ما قدرتش تسده كل علاقاتي. على فكره بقى يا حبيبتي، احنا لازم نسيب بعض، انت خنقتيني. ليه بس كده يا سكر؟ بعد ما خليتني احبك واتعلق بيك كده تضحك عليا وتلعب بمشاعري؟ ومن تاني فكرت انا محتاج ايه؟ محتاج ايه يا سكر؟ لقيت مبدا اغلب الناس ماشيه بيه. اللي مع القرش يتساوي قرش. سبت الدراسه وقلت هشتغل، لكن كنت بكسب قليل قوي، وده بصراحه ما كانش عاجبني. لحد ما جه يوم وواحد عرض عليا شغل وهيديني مقابل الشغلانه دي 200 جنيه في اليوم. وكانت الشغلانه سهله وبسيطه، هي اني اخد الشنطه من واحد اروح اديها لواحد تاني. هي دي كل الشغلانه. وطبعا فرحت وقبلت العرض. وفي يوم فكرت افتح الشنطه، بس جابت مفاجاه، اكتشفت ان فيها مخدرات. وطبعا طباخ السن بيدوق. ودقت وامنت، وال 200 جنيه اللي كنت باخدهم في اليوم ما بقوش مكفيين ثمن السم اللي باخده، واصحاب الشغل ما بيرحموش، ما بقوش يدوني من غير فلوس. مش عارف اعمل ايه، مش عارف افكر ازاي، مش قادر افكر غير في الفلوس وبس. تعمل ايه يا سكر؟ تعمل ايه يا سكر؟ اسف انا ما قدميش حاجه تاني. وطبعا اقرب مكان يقدر يسرق منه هو بيته. وفعلا اتسحبت بشويش ناحية دولاب أمي، فتحت الدولاب وأخدت كل الدهب، كل الدهب. ما فكرش في أمي، ما فكرش في حزنها عليه ولا على تربيتها ليه. ولما أمي اكتشفت الحكاية سبت البيت ومشيت. مشيت عشان مش عايز أواجه أمي. وفي يوم سمعت إن أمي ماتت. جريت على بيتنا، لقيت أبويا جاي من بعيد وبيقول لي أمك علشان بتحبك ماتت واتصدمت فيك وماتت. إحنا ما ربيناش عيال. عوضنا على الله فيك يا سكر، عوضنا على الله فيك يا سكر. خرج سكر للشارع مش عارف رايح فين. صوت أبوه كان جواه بيصرخ. أنت السبب في موت أمك. أمك علشان بتحبك ماتت. أنت السبب في موت أمك. أنت السبب في موت أمك. بس ندمت. ايوه ندمت. ندمت لكن بعد فؤاد الاوان. ندمت لكن بعد ما راح الحب كنت بدور عليه. اراحت كل حاجه. اراحت كل حاجه مع امي. ايوه.
بس لا لا انا امي ما ماتتش. اه صدقوني امي ما ماتتش، انا لسه شايفها قدام. صدقوني انا لسه شايفها قدام. جريت جريت وقعت تحت رجليها وقلت لها سامحيني سامحيني يا امي سامحيني يا امي انا اسف. ما كانش قصدي يا امي انا اسف. يا ريت اللي جرى مكان يا ريت اللي جرى مكان يا ريت اللي جرى مكان. كان خالي جوه
لكن كان عنده مشكلة واحدة بس، كان أكبر مني ب 25 سنة. أنا خفت وقلت لا، لكن بعد كده بدأت أفكر. ده كبير، وكمان أمه وأبويا دايماً كانوا بيزن على ودانك. يا بنتي اتجوزي، ده هيزعل. بس ده كبير قوي يا ماما. وإيه يعني كبير؟ مش أحسن من شباب اليومين دول؟ بس يا بابا. يا بنت اسمعي الكلام، ولا عايزة بختك يبقى باين زي بختك. وبعدين ده كلها كام سنة؟ وهي تدعي الله وتورثي هبرة تجيلة قوي. تلات أوض نوم، أربع أوض سفرة، كله خشب أبلكاش، قصدي زان، سبع حمامات، عربية مساحة 9 متر. والحاجات دي كلها بتغلى الأول. انبهرت بالفلوس والحاجات الحلوة اللي أول مرة أشوفها، وقبلت الزواج. مرت الأيام عادية جدا، لكن بعد فترة ابتدت حياتي تبوخ شوية بشوية، لغاية ما اتحولت لجحيم. لكن تعبت وجه وقت، قررت أواجه توفيق زوجي. وبعدين يا توفيق، انت البيت بالنسبة لك مش أكتر من لوكاندا، ده أنا يا أخي مش بشوفك في المناسبات. هو أنت ناقصك حاجة؟ لابسني؟ لابسني أحس إني ليا قيمة وليا كيان. قيمة؟ أنت ليكي قيمة؟ نعم، تقصد إيه؟ اتمسي يا صباح، خش نامي، أنا جاي النهاردة وروحي في مناخيري. النهاردة بس ده أنا. اتمسي يا صباح، واحمدي ربنا على اللي أنت فيه، وخليني ساكت أحسن. ساكت على ايه؟ مش فاهمة حاجة. اتمسي يا صباح وخش نام. لا بقى يا توفيق. نسيتي انا جايبك منين؟ انت زيك زي اي كرسي في البيت. انت اتجننت، انت ازاي تقول كده؟ انا اتجننت؟ انا هوريك الجنان اللي على اصوله. ضربني وشتمني في ليلة مش ممكن أنساها. حسسني إن أنا مش بني آدمة. لا، هو أنا مش بني آدمة. اتصلت وحش، قتلني وقتل ابني. قتله قدام عيني. مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك دورتي. ايه؟ عمالة
وتحللي وتحللي وتحللي. طب انا كمان انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا الدكتور سعيد. انت عارفه مشكله صباح ايه؟ مشكلتها ان لما فقدت ابنها ده توغل في اعماق ذاتها العليا، ولما فقدته حزن نزيف في نفسيتها. معملش حاجه في الافلاتين يا دكتور؟ وبعدين بص يا ولد، حصل صراع بين المخ والعضلات، وده طبعا ادى الى الاكتئاب والجنون. معملهاش ابعاد؟ مشكلتك يا صباح ببساطه انك في اهم قرار في حياتك وحياه اي بنت ما سالتش ربنا. قرار الجواز والارتباط ده قرار مصير ما ينفعش نختار فيه وحدنا. مهما كان اللي حوالينا اراهم كويسه واهل خبره، بس في الاول والاخر هو اختيار ربنا. انت لو كان ليك علاقه حقيقيه مع ربنا كنت هتعرفي لو الراجل ده هو شريك حياتك ولا لا. غلطتي كمان لما جايبتي فارس احلامك بفلوس زي ما اغلب البنات بتعمل. حددتي سعادتك، انت ساكنه فين؟ عايشه ازاي؟ يا صباح انت لو كنت قريبه من ربنا كنت هتلاقي الشبع الحقيقي. وعلى فكره انت عندك كنز حقيقي هو كلمة ربنا، لكن انت رحت دورت على فلوس ثانية بتروح بسرعة. يا استاذة بس الحكاية كانت مختلفة شوية عن مجرد كلام. انت لو كنت مكاني ساعتها وكل يوم بشوف صحباتي البنات بجدي اتخدوا وانا لسه زي ما صوت ماما بيقول لي انت على جد حالك، تعليمك على جد حاجات كتير ومشاكل اكتر. كل ده كان بيقول لي اني اجبل وانسى بقى. فارس الاحلام، الشاب اللي من سني، الحب اللي نفسي اعيشه، الحكايه اكبر بكتير يا استاذه عن عرس غني بيقول لي هجيب لك كل اللي انت عايزاه او كل اللي انت بتحلم بيه. يمكن يكون عندك حاجه في الضغوطات اللي انت تعرضتي لها، بس يا صباح في وعد مهم قوي في كتابنا المقدس بيقول في وقته اسرع بينا. يعني ربنا عنده وقت لكل حاجه ومرتب مش احسن حاجه لينا كلنا. شكرا شكرا سيادة الفيلسوفة، فسرتي وعملت كل حاجة. يلا بقى يلا بينا على المستشفى. ثواني ثواني، نفسي أقول لكم حاجة مهمة قوي يا جماعة. لازم كلكم تعرفوا ان ايه كنا بنغلط وبنختار سكك مؤلمه ابليس بيضحك علينا بيها في وقت ربنا بيتبنى فيه بكل خطايانا بعد كل الغلط اللي احنا عملناه. ده مش بس هيتبنى، ده هيصلح طرقنا لان هو عنده احسن الطرق للحياه. هو ده اللي مكتوب في الكتاب المقدس، يرد نفسه ويهديني. يعني تعبتوا جوه لما اخترتوا طرقكم بايديكم وانتوا فاكرينها احسن الطرق. في وقت محتاجين تيجي وتبص وتعيشوا طرق يسوع اللي مش بس هتلاقوا فيها حياة حلوة لكن حياة أفضل. أهم حاجة إنكم تفتكروها كويس إن ربنا مستنيكم، ربنا فاتح أحضان مستنيكم، مستني أي حد نفسه يرجع له ويعيش معاه حياة نقية بجد. ربنا مستنيكم. نروح المستشفى يا دكتور؟ يلا بينا على المستشفى. تعالوا ادخلوا جوا في الاول عشان محدش يشوف. ادخلوا ادخلوا بسرعة. عبدو شفتوا يا عبدو؟ شفتوا المصيبة اللي انا فيها؟ مساء الخير يا استاذ سعيد. في ايه بس؟ ايه التغيير يا ابني يا عبدو؟ سيدي ايه يعني شوية مجانين وهربوا منك؟ يا عم جيب لك مجانين غيره وانا من عليهم البحث بتاعك. وأقول لك نقدمها في نفس الميعاد. دي ينفع دي؟ كل حاجة عندي يا سعيد. مين؟ عبده؟ أنا مش مصدق عينيا. عبده؟ أنت تعرف الدكتور سعيد منين يا عبده؟ عبده؟ مش مصدق عينيا. حقيقي رب صدفة خير من ألف تدوير. الله، هو أنتوا تعرفوا بعض ولا إيه؟ معرفة قديمة أوي. ما هو عبده ده صاحب الشنطة. الشنطة اللي كان فيها مخدرات وهو اللي خلاني اسرق ابويا وامي. عبده يا ابني المتفوق اللي كان دايما بيساعدني وفي الاخر ابو عبده طردني انا من
اعمل اي حاجة، المهم تنقذ براك. حلو حلو، بالراحة شوية. انا عملت كل ده. انت تقدر تنكر اللي عملته. ما تفرجش صدرك اهو كده ودماغك وتعمل لي فيها سبع رجالة في بعض. اول حاجة شغلانة شيل الشنطة دي انت اللي كنت بتحلم فيها. افتكر كده كنت بتقول ايه؟ اقول لك انا كنت بتقول لو تيجي الفرصة ولاقي شغلانة كويسة احسن منها فلوس كتير. شغلانة الملاليم اللي باخدها. شغلانة كويسة اكسب منها فلوس محترمة لكن مش بيع مخدرات. ولما عرفت اني فيها مخدرات يا سكر سبتهم. ما تنكرش انك انت اللي اديتني السم اللي اجمله. يا سكر ما تضحكش على نفسك. انت غلطت وانا غلطت. ده حياتك وانت اللي اخترت. طلبت ايه وعرضت ايه؟ ده انت معايا. الفرصة دي انا قدمتها لكل واحد فيكم.
محدش يكبرني الناس أنا محدش يقدر يجبرني على حالي. أنا يا شمشون الجبار اللي دمر نفسه بالبيت. كنت شايفها الفرصة اللي بحلم بيها. لكن يا ريت ما أخدت الفرصة، يا ريت ما أخدت الفرصة. هو لسه عبده عنده فرص كتير أوي. فرص ملهاش عدد، ملهاش حدود. كل اللي عليك أنت بس تطلب وتتمنى. أقول لك أطلب واتمنى بس. هتلاقيني تحت أمرك، تحت رجليك. مش لازم حتى تقول اللي نفسك فيه بصوت عالي. كفاية إنك تحلم بيه جوه دماغك. ودوري أنا إن حوالك حلمك لواقع. زي ما بقول لك كده، أحولك حلمك لواقع. وعلشان أرضي كل المقاسات، أنا عندي كل الموديلات. جميع المقاسات، كل اللي تحلم بيه. بس في حاجة بسيطة أوي، حاجة صغيرة جدا. يوم ما تقبل تشتري فرصة من اللي أنا بقدمهم لك، هتدفع تمن بسيط أوي. هتدفع تمن بسيط أوي. التمن ده إنك تبقى بتاعك.